صفية ومهن الطيران. كانت صفية تتابع أخبار المساء رفقة والديها، فسمعت مقدمة الأخبار تعلن عن تخرج الأفواج الأولى من المعهد المتخصص في مهن معدات الطائرات. التفتت صفية إلى أبيها وأمها متسائلة، وأين سيشتغل هؤلاء الخريجات والخريجون؟ اعتدلت الأم في جلستها ثم قالت: سيعمل هؤلاء في قطاع يشهد ازدهار الملحوظة منذ افتتاح المنطقة الصناعية الحرة المتخصصة في صناعات الطيران والفضاء. وعادت صفية لتسأل مندهشة: في المغرب منطقة لصناعة الطائرات، أين توجد؟ ابتسم الأب في وجه صغيرته ورد قائلا: تمتد هذه المحطة الصناعية على مساحة تصل إلى أكثر من 1,000,000 متر مربع في منطقة واصر بضاحية مدينة الدار البيضاء، وتشكل مجالا لصناعات أجزاء الطائرات والإلكترونيات والخدمات اللوجستيكية، خاصة الأسلاك الكهربائية والميكانيك والتعدين والتركيب والتجميع الميكانيكي. أضافت الأم: لقد استقطبت صناعة الطيران مئات الشركات، وستوفر أكثر من 1,000 الوظائف للمهندسين والتقنيين المغاربة في درجات عالية التخصص، وستبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 8 طائرات سنوية، سترتفع إلى إنتاج 200 طائرة سنوية. وواصلت صفية: لهذا السبب قالت مقدمة الأخبار بأن معهد مهن الطيران أنشئ كقاعدة نظرية وتطبيقية لتكوين المواد البشرية وتوفير المتخصصين في التصنيع والعمل على الآلات ذات التحكم الرقمي ومحركات الطائرات والمواد المركبة لمعدات الطائرات وصناعاتها وملائمة وتركيب خلايا الطائرات ولحام أجزائها ومعالجة الأسطح. عندما أكبر إن شاء الله سأساعد بلادي في ابتكار طائرة مغربية الصنع. رد الأبوان باعتزاز: ولم لا، ستساهمين بالتأكيد في نقل بلدك إلى مصاف في الدول المتقدمة.